لا، هو التحالف المسيطر داخل الفريق الوطني المغربي بالدرجه الاولى، والتحالف ديال فرنسا. والتحالف ديال فرنسا انا كنقولها بشكل واضح، وقلتها وكناكدها ومازال كنعاودها، كنقول الذي يؤطر هذا التحالف هو مصطفى حاجي، كنقولها وكنتحمل فيها المسؤوليه ديالي كامله. الوحيد اللي خرج من هذا التحالف هو بن عطيه. بن عطيه خرج، ماشي خرج من التحالف ديال فرنسا، ولكن خرج من التحكم، من دائرة التحكم ديال مصطفى حجي. وكنعتقد بأن التصريح والتصريح المضاد اللي كان في روسيا خير دليل على ذلك. أكثر من هذا وذاك، كنقول بأن الآن أن مصطفى حجي يعني عازم كل العزم أنه يحاول يبعد بن عطية من داخل الفريق الوطني المغربي، ليسهل عليه التحكم بشكل أكبر داخل الفريق الوطني المغربي. وبالتحكم ديالو للأسف أنه لو كان تحكما إيجابيا أنه استطاع يخلق نوع المجموعة ويوحد اللاعبين ويخليها لك أسرة مرحبة، ولكن باش يخلي هذه الانشقاقات وهالتضاربات وهالاقتتال بين هذه المجموعات والفرق الوطني المغربي اللي كيتسناوه المغاربة وكيتسناوه، ملي كنقول كيتسناوه المغاربة سواء على المستوى الرسمي وعلى المستوى الشعبي، كنقول أنه عيب وعار أننا نبقاو نشوفوا واحد الراجل كيتحكم وما قدرناش نديروا حتى شي رد فعل. وبالتالي أنا كنقول أنه خالي لوزيتش، وكنكررها كنقول، المعركة المقبلة ديالو ليس هي النزاهة في الاختيارات، المعركة المقبلة ديالو هو القضاء على هذه التحالفات، وباش يقضى على هذه التحالفات أنه خصو يبقى يتصنت راسه ويسمع بودنه ويشوف بعينه أنه ما يبقاش يخضع لتقارير ديال مصطفى حجي، لأن تقارير مصطفى حجي مبنية على أهداف ديالو كيفاش يبقى هو متواجد داخل الفريق الوطني المغربي. ومن بعد أننا نمشو، أننا في انتظار أننا يكون عندنا الفريق الوطني المغربي للأكثر نزاهة، لأكثر كفاءة، لأكثر أهلية، لأكثر جاهزية. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب، وبارتاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.